Give them a round of applause, amazing. And of course, please welcome the multiple Grammy and Emmy Award winner, the architect behind the global rise of the Latin music crossover and the creative force. الآن سمعنا الفن اللاتيني الممتاز في مقدمة هذا الحفل وقد استمتعنا بالأسطورة إيميليو ستيفان. هيا إيميليو تعال هنا. مرحبا بك إيميليو، من الشرف لي أن أتشارك معك هذه المقدمة. قدم لنا إيميليو، هذا اسم جميل، إيميليو ستيفان. لماذا دعوك بإيميليو؟ أولاً أود أن أرحب بكم في ميامي، أرحب بالجميع في تواجدكم هنا. هذه رسالة عظيمة من الولايات المتحدة للعالم كله، أن أمريكا هي أفضل قارة في العالم كله. مرحباً بكم في أمريكا. شكرا لك إيميليو. كيف أنافس هذا الرجل؟ كيف أجاريه؟ ولكن كما نعرف كرة القدم هي من توحد العالم. وأنا مقدمتكم سامانثا جونسون لقرعة أول نسخة من كأس العالم للفيفا للأندية بشكل جديد. والرجل الذي يقف خلف كل هذا النجاح هو رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. Well, thank you very much. شكرا جزيلا سامانثا. Dear friends, what an emotion. أصدقائي الأعزاء، بالغ سروري أن أتواجد معكم هنا في ميامي، وكل هذه الأجواء والمتعة والحب، هذه هي كرة القدم التي نتمناها للعالم كله. نعم، كرة القدم توحد العالم. هذه بداية تاريخية لهذا اليوم، قرعة أول كأس العالم للأندية بالشكل الجديد. كرة القدم توحد العالم منذ تأسيس الفيفا، ونحن نعرف أن كرة القدم لدعم الأندية، ولكن الآن لدينا أول نسخة لكأس العالم للأندية، وهذه بداية حقبة جديدة لكرة القدم الحديثة، أن نجمع الأندية من جميع أنحاء العالم وأن نجمع أفضل اللاعبين في العالم معا للولايات المتحدة الأمريكا لشهر يوليو في العام القادم. فأعتقد أن هذه هي أفضل بطولة في العالم للأندية. بالطبع لدينا 11 دولة منظمة جميلة في أمريكا، سنستمتع بالأجواء الرائعة وإقامتنا الرائعة والأندية العظيمة والجماهير الكبيرة في الولايات المتحدة. ملايين الناس سيتابعون هذه البطولة من جميع أنحاء العالم. أود أن أشكر لايلن شاي على هذه الاستضافة الرائعة. شكرا جزيلا لكم. لأول مرة في التاريخ أن نرى جميع الجماهير الأندية من حول العالم أن تشاهد كل ثانية في المباريات ومجانا على منصاتنا. أعتقد أن هذا أمر رائع. أتمنى للأصدقاء، أتمنى للعائلات أن يستمتعوا بأفضل كرة قدم، وكل الحب لجميع جماهير كرة القدم. وهذه وخصوصا مع هذه البداية، بداية القرعة في اليوم، وأتمنى التوفيق لكل هذه الفرق الرائعة. ولكن قبل ذلك وأختم ب أن أريكم رسالة قصيرة من صديق خاص يود أن يرسل لكم. لم يستطع أن يأتي، ولكن لنرى
القرعة الآن قرعة الفيفا لكأس العالم للأندية. أود أن أقول لكم مساء الخير واستمتعوا بأوقاتكم، الأجواء ستكون رائعة. لم أستطع أن آتي وأودت أن أحضر معكم، ولكن رسالة لصديقي جياني. جياني هو رئيس الفيفا، هو صديق لي منذ وقت طويل. أنا أتشرف بأن أكون صديقا لهذا الرجل. أتمنى لكم رؤية بطولة رائعة خصوصا لجماهير كرة القدم. البطولة تتحلى بلاعبين رائعين وخصوصا أنها تقام في الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى لكم وقتا طيبا، وأتمنى للأندية المشاركة رحلة طيبة في هذه البطولة. أتمنى أن أراكم قريبا، وأتمنى أن أتواجد معكم. أني سأكون مسؤولا عن هذه البطولة بجانب جياني إنفانتينو. ستكون أجواء رائعة. شكرا لكم وأتمنى لكم وقتا رائعا. شكرا جزيلا دونالد لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هو أعلى شخص في أمريكا يتمنى لك هذا الحظ. لم يتواجد معنا الآن، ولكن بالطبع كرة القدم ستستمر رغم ذلك. لأول مرة أتواجد معكم مع مونيكا ترامب. شكرا جزيلا لتواجدك معنا سيدة ترامب. لا يمكن لك أن تستمر أكثر من ذلك، معذرة، ولكن شكرا مرة أخرى جياني على هذه المقدمة. وستتواجد معنا طوال البطولة وسنرى أفضل الأندية في العالم في خلال هذه البطولة، ولكن أمانة 6 أشهر على أفضل نسخة من البطولة وفي التاريخ.